كاع العام وانت تتبع في الخانزات في اير با 2000، كاع العام وانت تتبع في الشايطات، كاع انت الاخرى دخلتها مسكينه اوفردوز، وانا شريت لك في لافير تاع اوفردوز تاع سيليا، قعدت تعطيها في الـ في الـ في الـ في الـ قعدت تمد لها في سيليا 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 طار الحمام، قعدت تمد لها في الغبره حتى طارت اوفردوز. دوك نوريكم التصويره، حطيتها وقلعتها من التليجرام. سيليا طار الحمام، قعدت تدمر لها في تدمر لها في الغبره حتى قريب ماتت لك في يدك. هذا دوسي واحد اخر، هذا دوسي واحد اخر. دوك نوريه لك. روح شوف التليجرام دقيقه ها باش تعرف اللي كنت معاك الداخل هنا، مي كنت تدمر لها الدمري الدمري الدمري. هي براها حسبتها سكر كلاصي، قعدت غير تمصمص تاع بلسان هابني في هاب ودنيها، قعدت غير تسنيفي حتى اللي حكمتها اوفر دوز. روحوا شوفوا الصوره وما تدهشوش، وكنت حطيتها للناس من قبل وشافوها. روحوا شوفوا اني واحد على دي الدين تدي. انا قلت لكم صبروا، قلت لكم عطينا واحد دو جور تروا جور، رانا نخدموا، انا مع الخدمه. حنا راكم عارفين كي نبغوا نجيبوا الكامل المكمول، جيبوا شامل والمكمول. هذيك التصويره اللي وريتها لكم اللي حاطها تاع الاوفر دوز تاع سيليا دار الحمام، وسقسوني على تاع 300 اورو. هي تاع 300 اورو باش بقات كتبوا لي بزاف على تاع 300. هي 300 اورو تاع 300 اورو جابها عنده، ضربت معاه 3 جور في الدار. ومن بعد حتى لي نقهم، من بعد كي نقهم هذا دي ديال خراش، من بعد كي نقهم قالها بلي انا عند دبي ندير كليب فيديو شغل سيليا راهي تسب فيك امير، خليها تسب، خليهم يسبوا كاع، انا ما نعرفش نسب، انا نعرف نجيبها من التاليه. انا يسب سب على روحك، انا نعرف نجيبها قص قربط. هما السبان انا من ذاك العام يسبوا النهار، سبت والبير تي في سبت والشروق سبت والبيلات سبت والنهار سبت والليل سبت ودقومي سبوا. وحيد 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 القرن شريط سب، والدنيا قنواتهم كاع سب، تبون وسب، تبون وخرج في التلفزيون وسب، العمامرة سبت، الدنيا كاع سبت. صح ما جات غير في الاخر ساعة النهار تسبو هذيك غير هيبي وهذيك زعما جات في هذي وحبست. يا حي وما هاضرين تعرف قايد سب قايد وسبنا الدنيا كاع سبت زعما جات في هذي فايحة. مازال خليها انا خليهم يبروفوكوني مليح، حبوا البروفوكاسيون. اش من بعد انا ما نسبش، انا احنا ناس محترمين، احنا الا الاحترام كما قال كبور، الا الاحترام. احنا ناس محترمين، احنا ما نسبو ما نقولوا الفواحش، ما نهضروا كنت هضره الطايحه، ما نهضروا هضره الاسواق، ما لا راهي تفرج هنا فيا ومرحبا بها، وراكي مرحبا بك، وهنا راكي هنايا مع راهم هنا بني عمك. وسمعتي يا سيليا لي سونس، انا غير نحكي لهم في معاناتك، على بالي بلي قلبك راه معمر وماكش قادر تهضري، على دي ديال خراش. انا نفرغ لك قلبك، انا نفرغ لك قلبك وخرج لك واش كاين في قلبك الا الاحترام. قال لك زكي واش بك كافي كيما هكا، وكافي مقطر، كافي مقطر. وزاد قالها لك حتى زاد قالها لك حتى لطفي دوبل كانو. ها سمح لك، اسمع غير مرسوم من هالاول ونكملو السوشي. اسمع رابيت ديما بقلبي من بكري يا ولدي، عروبي بلدي من بكري، عروبي بلدي رابيت ديما بقلبي من بكري يا ولدي، عروبي بلدي من بكري، عروبي بلدي اخويا. وجو كافي الله غالب ديرك، ما كافي ومازدا وكاع صوالح، ما تكسرش راسك. ليسونسيال نرجعوا على الياسيه طرحم، هذيك لافير تاع 300 اورو اللي كانت الدور. انا ذاك الوقت بغيت ندخل في هذا السجن، انا كان ما يهمنيش، دونك اللي يهمنا اجمعين، لانها محسوبه علينا كجزائريه تعرضت للخديعه وتعرضت لندافع عليها، ندافع على سيليا طار الحمام، تعرضت للخديعه وتعرضت للاضطهاد وتعرضت للاعمال القذره وتعرضت ل الإهانة
دوك نهضر لكم كيما بوشاشي. هذه الاخت الفاضله سيليا لحمها تعرضت لمؤامره من طرف ديدي نخراش، وهذيك ضربت تاع الترواجو تاع 300 اورو داها ضربت عنده 3 ايام ومن بعد شبع منها. شبع منها خلاص لي كيداها كذا كورا قالها كيهضر بوشاش. المهم من بعد لي كيداها قالها رايح ندير كليب في الاخر، وموراها عاود روح عندها الوهر نتاعها وين كان مول الخيمه. هذاك مش ما عندي ما دخل، احنا ما ندخلوش الامور العائليه خاوتي، احنا باش ندخلوا في الامور العائليه وندخلوا في الفاميليات ما ندخلوش. المهم راحت للاخر عاود راحت لها راح لها للدار. كي راح لها للدار هذا ديدين خراش خلى كاع البنات، قلت لك كان في فرنسا، انا ما على بالي لا كان في فرنسا ولا وين كان، خلى كاع البنات وراح عاود زاد اعتدى عليها وتعرضت للضرب العمدي بالسلاح اللحمي. المهم ضرب رجوح العمدي مره اخرى، ولادها ثم في الدار ويسمعوا في كل ممارسات الاضطهاد اللي كانت تعانيه في الدار. ف ذاك الليله حكمتها اوفر دوز. كوركم عارفين الساكوشة تاع ديدين خراش دايما في هذيك 15 20 غرام 30 غرام قريب يرفد بالكيلو تاع غبره، باش تلقى وجهها كاع ولا صاي كاع وجهها كاع طاح من الغبار. ولادها كانوا في الدار كانوا ثم ويسمعوا في الله في الله في الله. ها قلت لهم كاش منها؟ خليها تقول واش تقول، هي تقول كاينه بلا ما كاش من هي تقول واش تقول، تقول واش تقول. وهذيك التصويره تاعش كنت باغي تعطسي وحكموك باغي تعطسي، هو هذيك التصويره تاع اوفر دوز ديريكت باينه كنت تلقفي. لكن هنا في اللايف عندي على بالي يا سيليا هذيك التصويره، قلت لها انا اللي ندافع عليك، انا عاوز نجيب لك حقك، انا اللي حاوز نجيب لك حقك، احنا نجيبوا الحقوق تاع الناس، انت روح دير روحك وقدمي شكوى، انت دير روحك وقدمي شكوى، انا كي نعطيك معلومه مانيش نهضر من راسي. ولا باغي يزيد يتاكد مول خيمتك سابقا باش يعرف باللي المعلومات اللي نقول فيها صحيحه، مول خيمتك سابق لا بيتاكد من الهضره. حتى لا نونو قالت لك البرهان انا هو، روحي اي حي روحي للتليجرام كيف روحي للتليجرام البرهان اين هو؟ البرهان راه في التليجرام مشكل هو الطنطانه على راي نايضه، طنطانه راي نايضه على التليجرام. شكون اللي شاف التليجرام يكتب لهم باللي شاف، هاي قالك وين راها، هذول هم جايين من التيك توك اللي راهم هنا في التليجرام يكتبوا لك اقري في التليجرام كاينه ولا ما كاش، ها مالا قام يكتبوا لك في التليجرام. التليجرام تدخلوا البايو هنايا امير دي زاد يخرج لكم البايو، اكليكو تلقاو تيليجرام، كليكو على التيليجرام غادي يديكم زوفورت للتيليجرام كما قال الالماني تي تسويت ليسونسيال. خلينا تاع شفنا وما شفناش تيليجرام، بصح راه كلش تيليجرام ديجا نقول لكم شحال راه شايف في التيليجرام، نقول لكم شحال شايف نوريها لك، ما نقدرش نوري التصويره هنايا تاع اوفر دوز عشان مطير من الكونت. 35000 درهم في التيليجرام شافوها كاع 35000 بشر، تقدرش نوريها في التصويره هذيك توريها هنا يطيروا لك ديريكت الكونت، هما محوسو يبروفوكو فيك باش تولي هنايا يحشوها لك اون فوا توري هنايا بم يقربعوا لك. كمل دونك كمل خويا. المهم حنا جايين، انا جايين ندافع عليك وتسترجع الحقوق تاعك وان شاء الله بصرا والو سيليا. ومن بعد انت لبيت تقعدي تهايطي هايط على روحك، من حقك تهايط حقك. ليسونسيال باش نعطيك المارا الشعره والمارا المولا خيمتك السابق باش يعرف بلي باش كي تهضر على بالي مولا خيمتك السابق باش كي تهضر هضر براسك مرفوع وقول نيشان واش راه يهضر السيد كاينه ولا ما كاش. ف
فضربت على هاني حربتكم لانونو مربية الأطفال مدار وعطاتها بعد ما شافت اللي شافته. روح عند لانونو لو بغت تحكي لك تحكي لك وشافت بعينيها. هربت لانونو من الدار ولا ما هربتش؟ خويا العزيز راك عارف شكون اللي خاطب فيك بلا ما يجبد اسمك، ربما هما يكتبوا اسمك في التعليقات الاول. هربت هاني سقسي فيه، هو اللي عارف. هربت لك لانونو من الدار، كي هربت لك لانونو من الدار لازم تعرف بلي انا امير ثاني على بالو، وعلى بالو على هربت. مور ما جاء ديدين خراش ثم الدار عندك انت كنت غائب بيان سي اوتوماتيك، ما عادش تكون في الدار. نعرف بلي انا نعرف واحد انسان في حال ونعرف نعرف ماراكش. شافت اللي شافته، روح عند لانونو لا بغات تحكي لك تحكي لك وشافت بعينيها. هربت لانونو من الدار ولا ما هربتش؟ خويا العزيز راك عارف شكون اللي خاطب فيك بلا ما يجبد اسمك، ربما هما يكتبوا اسمك في التعليقات الاول. هربت هاني سقسي فيه، هو اللي عارف. هربت لك لانونو من الدار، كي هربت لك لانونو من الدار لازم تعرف بلي انا امير ثاني على بالو، وعلى بالو على هربت. مور ما جاء ديدين خراش ثم الدار عندك انت كنت غائب بيان سي اوتوماتيك، ما عادش تكون في الدار. نعرف بلي انا نعرف واحد انسان في حال ونعرف نعرف ماراكش راضي ولا رخيص ولا عارف. ومشيني من جامل فيك، انا ما عندي تابع، ما انا عارفك ما تعرفني، خاطيني وخاطيك. سيما انا نشوف نشوف الانسان، نعرف تعرف الانسان واحد راضي ورخيص، وتعرف واحد فيه النخوة تاع الرجال، ونعرف اللي هي على بالي بلي ينفصلوا عندهم مدة محيط فاصلوا على بالي. فنعرف الانسان يكون انسان في حل، ما نشكرك ولا زعما ما عندي حتى علاقة بك. سيما سي جوست باش نعطيك هنا فورماسيون بلي انا على بالي واش كان كاين في المرميطة تما الداخل. هذا ديدين خراش كي جا للدار، وهذه ماشي غير خيانة زوجية، كي جا للدار تما كنت في الدار تما صرا لي صرا، وهذيك ليستوار تاع اوفر دوز ثم في الدار عندك. ولا 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 والدراري سمعوا كلش وشافوا كلش، ولادك كي جا للدار شافوا كلش، قال لك حرام نهضروا هنا هكذا باش تكون في الصورة العزيز الغالي. وعليها لانونو رفدت دوزانها وعطاتها نهار بات سدلك. انا علاش راني نهضر في هذا السوجي؟ راني نهضر انا على الرخيص تاع ديدين اللي قاعد يتبع في انسان رجال. هذا ديدين اللي خرج البارح يسب في لطفي ويقول الخوانه ويقول كذا، هذا اكبر رخيص لانسان رجال وما طلقهمش. لو كان جات فيك دره يا ديدين خرا، لو كان جات فيك دره تاع رجله مراه ماشي غير متزوجه عندها غير صاحبها ماشي مخطوبه ولا، لو كان جا عندك غير دره تاع رجله مراه عندها غير صاحبها وما تدل ما تدلناش ليها، عندها صاحبها ماشي عندها راجل، هذيك راجلها رايحه جوا داخر هذيك. بصح بما انك خارج من بورديل، بما انك كبرت في البرادل من بورديل لبورديل، بما انك خنز حلبوك الكوافه اللي كيما انت وداروا بيك الخرا اللي كيفك، فوليت تنقص حتى عند نساء الرجال وتصوتي عند نساء الرجال وتروح للديار نساء الرجال، لان ما فيكش درة على رجلها. الانسان اذا تبغي تميزه اذا في حل ولا ماشي في حل تشوفها مع مرت راجل من الاخر، او مع صاحبه راجل ما دامته ما تروحش لمرته ومرته راهي بعيده حاجه بعيده كاع، اي ما دامته يخرج معاها وتدراكيها له فما فيكش ريح الرجال. فما بالك قالك بشويه امر، هادو ماهمش تاع بشويه، هذا العرايا ماهمش تاع بشويه، ان هادو عرايا. حتى وليت
حتى قريب ماتت لك سيليا، ماتت لك تما في الدار، قريب ماتت لك في يدك شك عازم، قريب ماتت لك في يدك، قاعد تدفع لها في الغبرة وتدفع لها في الصاروخ وتدفع لها في ورينا، روح للتليجرام جان وري لك هنايا، نوري لك هنا بطير لي كونت انت. قال لك هي كانت شاتية، هي تشتي ما تشتيش هذا ما يهمناش، انا نهضروا على موقف الراجل، هي تشتي ولا ما تشتيش هذاك هذاك امورها، ديك امور تاعها. اما نتكلموا على انسان اللي زعما يهضر بالرجله ويقول لها لطفي وانا نتحي لك وانا ندير لك وانا نعمل لك، لو كان هضرت كذا ولو كان هضرت انت شكون اصلا؟ انت شكون؟